وإلى آخر فقراتنا بدنا نعيد مواليد اليوم، مواليد 10 شباط، بدنا نقول لهم هابي بيرثدي. البداية مع مدير عام وزارة النقل أكيد، ومدير عام وزارة الأشغال تانيوس بولوس، بدنا نقول لك هابي بيرثدي عقبال المية يا رب، كل عيد وأنت بخير، خليك بصحتك وخلي لك عائلتك. هابي بيرثدي أستاذ تانيوس، وأيضا هابي بيرثدي لريتا وازن، مشلين صقر، وندى سمراني، واكيد للنقيب ابراهيم الترشيشي كمان بالبقاع، رئيس تجمع الفلاحين والمزارعين في البقاع. ابراهيم الترشيشي كل عيد وانت بخير، خليك بصحتك عقبال المية، ودائما تكون صوت الصارخ لحقوق المزارعين والفلاحين عقبال المية. ايضا عقبال المية لجورج فرح وعبدو متى زميلنا، هابي بيرثدي عبدو عقبال المية، خليك بصحتك، بلش مبارح عشية قبليك، حط على فيسبوك قربت على 60، ان شاء الله عقبال المية وضلك ايضا بكفة حياتك المهنية بهيك كل نجاح مثل ما معودنا. ايضا هابي بيرثدي لجلاديس مهنا، مارون عون، ورمي معلوف. عقبال المية لإلين شولي من ايفا، رح نشوف لها صورتها من ايفا، بتقلي خلينا اياكي والله يطول بعمرك يا احلى بنت حما. هابي بيرثدي. غزل هون حدا تاني، هيدي أميرة، أميرة بأمريكا، بدنا نقلك هابي بيرثدي. هابي بيرثدي من بيك وأمك وأخواتك وعقبال المية يا رب يا أميرة. كمان هابي بيرثدي لإلي أنطوان فرزين من والدتك فيفيان. أم حبيب بدنا نقلك هابي بيرثدي من ميرا ومايا وصوفي وحبيب وأبو حبيب، بيقولوا لك هابي بيرثدي. وختام مسك هابي بيرثدي لجورج حداد، جورج حداد من والدتك سامية، بتحبك كثير مثل ما بتحب كل أخواتك، ومن أخواتك كمان بعيدوك بتمنوا لك العمر الطويل أكيد أنت وياهم، والله خلي لكم أمكم سامية يلي دايما حتكون دايما ببسمتها وب محبتها. جورج ينعاد عليك وعقبال المية. لكل اللي خلقانين بمثل هالنهار 10 شباط، ينعاد عليكم ان شاء الله ايامكم الجاية تكون احلى من كل شيء سبق. هيك بنكون وصلنا لختام حلقة اجندا اليوم.